ندخل معكم إلى صفحة من الإنجازات الباهرة حقيقة. لماذا باهرة؟ أولا لصغر سنها، وأيضا للمناصب التي تقلدتها وللمهام التي تقوم بها. استحقت أن تكون فعلا قدوة للشباب المغربي، ولما لا نستضيفها وأيضا لنستفيد من خبرتها. هي كريمة غانم، توجت مؤخرا هذه الفاعلة المدنية، وفي نفس الآن أيضا هي تشغل رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية ومؤسسة أفريقيا بيتنا. توجت مؤخرا كما قلت من طرف مؤسسة أفريقية للريادة الشبابية ضمن قائمة 50 من المدراء التنفيذيين الشباب الأكثر تأثيرا في أفريقيا. مساء النور كريمة. مساء النور، شكرا على الاستضافة. أهلا ومرحبا بك، والحقيقة استضافة لأنها تستحق أن تستضافين بالنظر إلى التكريمات التي حستها، وبالنظر أيضا إلى الإنجازات التي تقومين بها، فتكوني بذلك فعلا دليلا لشباب كثيرين من مستمعين الذين يستمعون إلينا ويقولون أنه يعني لا سبيل لنا للعمل أو لبناء مسار. فأرأيت أن تكوني من ضيوف البرنامج حتى نستفيد من خبرتك وتكوني دليلا عمليا لهم، لما لا. أبدأ يعني السؤال الذي دائما تجد المرأة حرجا فيه، وأن يوجه لها عمرها، وما أنني قلت بأنك في سن صغيرة وتقلدت، مضطرة الآن أن أطرحه. كم عمرك يا كريمة؟ إن شاء الله الشهر القادم سيكون عمري 42 سنة. ما شاء الله، من الشباب، من الشابات، نتمنى لك العمر المديد بحول الله. كيف تمكنتي من إنجاز كل هذا؟ هو في الحقيقة يعني منذ الصغر ديالي كان عندي حلم أنني نقوم بجولة حول العالم، ويعني سافرت لأكثر من 50 دولة لحد الآن، وهذا السفر في الواقع هو اللي بنى الشخصية ديالي، لا من ناحية يعني المهنية ولا من ناحية الشخصية، وقدرت أنني نشتغل مع مختلف الجنسيات ومختلف الثقافات، ويعني كان يعني الحلم ديالي هو أن نغير صور نمطية جاهزة على المغرب وكذلك على القارة الإفريقية من خلال انفتاح العالم ومن خلال أنني نسمع الصوت ديالي في المحافل الدولية. ممتاز، يعني انتقلتي من المحلي الوطني إلى العالمي. بالنسبة لك القضايا التي تشتغلين عليها بشكل كبير هي قضايا الشباب، فكيف يعني انتقلتي من النضال من أجل قضايا الشباب على المستوى الوطني إلى المستوى القاري والمستوى الدولي؟ نعم، يعني أنا بدأت أن أشتغل على المستوى الوطني في تقريبا 20 سنة، وأنا كان أشتغل في قضايا الشباب خصوصا في السياسات الموجهة للشباب في البرامج التنمية الدولية ومع جمعيات المجتمع المدني، لكن طبعا الانفتاح على العالم وكذلك اليوم المغرب لديه توجهات استراتيجية في تعزيز الشراكة جنوب جنوب في القارة الإفريقية، وبعد الرجوع المغرب للمؤسسة الطبيعية ديال الاتحاد الإفريقي قررت أنني نشتغل في العمق الإفريقي خصوصا مع مجموعة ديال المنظمات الشبابية بالأخص في الدول الأنجلوساكسونية اللي نحن يعني كمغرب ما كناش معتادين أننا نشتغل فيها. ومن خلال هذا الاشتغال اكتشفت بأن يعني عندنا مجموعة ديال الكفاءات الإفريقية ربما لا يتم إبرازها، وأن عندنا مجموعة الأشياء اللي نقدروا نتعلموها من باقي الدول الإفريقية. يعني غالبا كنستأنسوا بالتجارب الدولية في أوروبا في أمريكا في غير ذلك، ولكن هناك طاقات شابة في القارة الإفريقية اللي يعني اشتغلت وابتكرت، وخصوصا من خلال جائحة ديال كورونا اشتغلنا مع العديد من المنظمات الشبابية اللي قامت يعني بمبادرات جد نوعية لمكافحة الجائحة. فبالتالي يعني هذا واحد الرصيد مهم واللي غادي يخلينا احنا يعني كمغاربة اننا ننقلوا الخير
الخبره ديالنا الدول الافريقيه والباقي الدول الافريقيه، وكذلك يعني نجيبوا دوك التجارب ونشوفوا كيفاش اننا نقدروا يعني نوائموهم للخصوصيه المغربيه سواء المستوى الوطني او المحلي. تمام. طيب أنت كريمة، بالنسبة لمسألة الاشتغال على المواضيع الشباب يعني اليوم إذا سألنا هكذا، همهم الشاغل هو إيجاد فرصة عمل في جميع بلدان الكرة الأرضية، وبالتالي عندما تكونين أنت ترأسين إحدى الجمعيات المدنية وتشتغلين أيضا مع مؤسسات على مستوى القارة وعلى مستوى أيضا الدولي، كيف يمكن أن تقدمي الخطط وأن توصليها في نفس الآن إلى الشباب أن يلمسوها، وليس فقط أن يروا هكذا ندوات وخطب، المحتاجين أيضا إلى خطوات عملية؟ هل لديكم مشروع عملي استفادت منه فئة معينة من الشباب؟ نعم طبعا، يعني نقدر نقول أن يعني مع الأسف أن في واحد الفترة معينة تقريبا جل الجمعيات المجتمع المدني اللي كتشتغل سواء في قضايا الشباب إلى غير ذلك، يعني ركزت المشاريع ديالها على الندوات على التكوينات في أماكن مغلقة، ولكن كاين هناك فئات كبيرة من الشباب اللي هي غير منخرطة في الجمعيات إلى غير ذلك، فبالتالي لازم أن يكون عندنا واحد الحضور ميداني، وهنا برزناه أكثر شيء في الوقت ديال كورونا، رغم صعوبة تنقل مع الجائحة، صعوبة السفر، خصوصا أننا كنشتغلوا أكثر شيء في مناطق نائية في القارة الإفريقية مع مجموعة ديال الشركاء ديالنا خصوصا في العمل الإنساني، لكن قدرنا يعني بفضل الرقمنة رغم الصعوبة ديال الوصول للكونيكسيون، رغم أن مجموعة ديال الفعاليات كتتواجد في أماكن نائية ما عندهاش البنية التحتية، لكن حاولنا أننا نشوفوا أن الشباب اليوم الهاجس دياله هو إيجاد فرصة عمل كما قلت سيدتي، لكن في ظل هذه الجائحة صعب على بزاف ديال الشباب. حنا شنو الحل اللي قدرنا اننا نعملوه؟ هو ان حاولنا اننا يكون عندنا واحد الابتكار في فتره الحجر الصحي. يعني انا كنتكلم ديك على يعني مبادرات الاخيره، يعني كانت مجموعه ديال المبادرات قبل كورونا، لكن في ظل جائحه ديال كورونا فرضت علينا اننا نفكروا طرق حديثه للاشتغال سير الظرفيه ايضا. نعم، فبالتالي هو أن كان مجموعة ديال الشباب في الفترة ديال الحجر الصحي ربما اكتشف ذاته، اكتشف بأن عنده مجموعة ديال المواهب إلى غير ذلك، فكرنا لما لا نشوفوا مجموعة ديال المنصات الإلكترونية الإفريقية اللي كتعطي يعني فرص للشباب، حاولنا نشتغلوا معهم على فكرة معينة، هو أن تفتح لهم فرصة تعمل واحد اللجنة ديال التحكيم، وكل شاب أو عنده واحد الموهبة معينة سواء الرسم، الغناء، يعني تدريس في أي تدريس لغات أي شيء، أنه هو جالس في المنزل دياله كيصور واحد الفيديو كيرسلو لجنة التحكيم، إذا قبلت يعني الفيديو كتعطيه واحد الفرصة أنه يدرس هذيك المنصة الإلكترونية، طبعا كيستفدوا منها مجموعة ديال الشباب الآخرين، هو يعني كياخذ أجر مؤدى عنه وهو جالس في البيت دياله، فبالتالي ما كيبقاش عنده ذاك الهاجس أنه كاين الجائحة ما عنديش فرصة للشغل. يعني في إذا ما تم استعمال صحيح المنصات الإلكترونية، اليوم الجائحة فرضت علينا أننا نشتغلوا رقميا، فبالتالي حاولنا أننا نوريهم مجموعة ديال الفرص ونعطيهم واحد الثقة في النفس أنه ممكن أنه يشتغل ويلقى فرص في الأنترنت، فرص عمل. نعم كذلك كان عندنا إشكالية في استمرار ديال الأنشطة الجمعوية، وكان مجموعة ديال الشركاء ديال الجمعيات خصوصا الجمعيات الشبابية اللي فعلا وقفات
لأن ما عندهاش الموارد لا البشرية ولا المادية باش تستمر في الوقت ديال جائحة كورونا، خصوصا في الشهور الأولى باش بدات الجائحة. فكرنا كيفاش ممكن أننا نساعدهم، حاولنا أننا نشوفوا من خلال دراسة شاركنا فيها على المستوى الإفريقي على كيفاش ممكن استثمار القوانين ديال كراود فاندين أو الاقتصاد التشاركي اللي بينهم المغرب صادق على القانون باش يكون مستفد منه حتى الجمعيات. فبالتالي خدينا التوصيات ديال ديك الدراسة وحاولنا أننا نطبقوها مع الجمعيات، بمعنى أن عملنا واحد الإعلان أي جمعية مثلا محتاجة واحد الخبرة معينة وما عندهاش الإمكانية باش تدي الثمن ديال واحد الخبير، حنا كنعملوا التبادل ديال الخبراء ما بين جمعية محتاجة واحد الخبرة عن جمعية أخرى إلى غير ذلك. يعني رابح الطرفين رابحين مع بعضهم. نعم، شنا بأنها أعطت واحد الفعالية وأن النشاط ديال الجمعية تقريبا كامل استمر في ظل الجائحة ديال الكورونا بهذه الطريقة، وربما حتى هي ساهمت أنها تعزز داك التشبيك والتعاون ما بين الجمعيات خصوصا اللي كتشتغل على نفس القضايا.